شيف علي، اهلا وسهلا فيك بمطبخ رمضان توك. ميرسي على راسي، شرفتنا. بدنا نتعرف اليوم شو مكونات طبقنا السوري الاصيل اصيل حسب ما قلت لي. اليوم عنا الطبق الرئيسي هو كبه بالصينيه. كبه بالصينيه على الطريقه الحلبيه. هلا كثير الكبه بالصينيه بيعملوها بلبنان وبسوريا وين ما رحتي، بس بحلب بالذات بيدخلوا رب الحر وبيدخلوا الحرب بالصينية. يعني اليوم حر طبقنا، مش حر بس في طعم حر. حر صح. أوكي. وعنا البطرش الحموي. شو يعني بطرش حموي؟ هلأ أكلة غريبة بس هيدا أكلة حموية. أوكي. من حما. هي من حما حصرا. هي أكلة مثل البابا غنوج. أوكي. بس بينحط فوقها لحمة، منقلي اللحمة مع بندورة وبصل ونعمل لها طشة مثل ما بيقولوا بسوريا. طشة يعني زيت؟ طشة صح، طشة بالزيت 100%. الله، بس أنت أي لكنة عم تحكي لما قلت بابا غنوج؟ حلب؟ لا، بابا شو؟ غنوج بتقولوها أكتر شيء هون بالبنان. بس أي لكنة؟ لكنتك من أي ضيعة حضرتك؟ من سوريا؟ أنا من سلقين، يعني دلينة ضعت صح على حدود التركية. أوكي أوكي، يلا خلينا نبلش لكنا بالطبق. شو حتبلش بالأول؟ رح بلش طبعاً قبل كل شيء رح بلش بالكبة. أوكي. لأنه الكبة بدها وقت كحشوة وكعجينة. أوكي. رح بلش فيها. تفضل. هلأ أنا رح أنسحب من مطبخ رمضان توك لأتركك أنت هيك تاخد راحتك، وإزعز شيء نحن هون. مرسي، شرفت. اليوم أنا عندي ناقع برغل قبل بخمس دقايق بالقد، لأنه البرغل اللي عم بستعمله ناعم ما بطول عليه بالنقع. عندي الهبرة، هلأ نحن عنا هون فيكن تمرقوها الكبة، فيكن تمرقوها على المكنة عشان ما تتعذبوا بالعجن، وتمرقوا كل المواد اللي بقلبها عشان ما تتعذبوا بالعجن. بس أنا هلأ رح أعجن على إيدي مثل ما بيعملوا النسوان الكبار عنا. رح بلش قبل كل شيء مجهز أنا الهبرة ومجهز البرغل الأسمر والبرغل الأبيض. هون عندي نعنع وبصل وحبق، هيدي البصلة هيدي أكيد للعجينة نحن عم نعمل بصلة والنعنع، نتفت نعنع ونتفت حبق. رح نضربهم ببعضهم، نضربهم على المكنة لينعموا. وهون عندي تقريبا كيلو هبرة. كيلو الهبرة بده كيلو 200 أو كيلو ونص حسب أنتم ما بتحبوا تحطوا لحم. هلأ أنا حاطط كميتين برغل أبيض بكمية برغل أسمر. رح سقطهم شوي شوي تياخدوا معي العجينة ما أتعذب فيها زيادة، لأنه مثل ما قلنا رح أعجنها على إيدي. هون من النعمن قد ما فينا تما تطلع بالحشوة. هلأ إذا شفناهم ما عم ينعموا معنا لأنه الكمية قليلة، فينا كل بساطة نضيف نتفت مي عليهم لحتى أخذ القوام اللي بدي إياه. هلا نعمو مثل ما بدي. رح بلش بالبهارات قبل ما احطهم الهنة. البهارات اللي بحطها قبل كل شيء بنبلش نحن برب الحار. رب الحار تقريبا معلقة حسب ما انتم ما بتحبوا الحار، فيكن تزيدوا وفيكن تنقصوا. رح بلش رشة نعنع يابس
عندي بهار حلو رشة، وعندي هون الكمون. الكمون البرغل كتير بحب الكمون على فكرة. إذا أنتوا بتحبوا الكمون فيكن تزيدوا الكمية، وما بتحبوا الكمون فيكن تستغنوا عنه كلياً. ملح حسب الرغبة، وعندي بهار الأسود. بعد ما حطينا بهار الأسود هلأ بدنا نحط البصل والحبق والنعنع فوقه، ونشمر عزنودنا ونبلش عجن. هلأ منضل نعجن فيها لحتى تاخد كلها مع بعضها. على فكرة اليوم يوم مميز كتير عند كتير عالم، وصعب كتير على كتير عالم، اللي هو عيد الأم. مميز عند كتير عالم إنه حد أمهم، وعيد مميز. وصعب على كتير عالم اللي فرقتهم الظروف عن أمهم أو القدر الله يرحمها وتكون نفسها بالسما. أنا رح عيد على كل الأمهات وقول لهم ينعاد عليكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله كل سنة وأنتوا الخير لإلها. ورح خصص عيديتي وعيد على أمي وإلا كل سنة وأنتي الخير إلها. وكنت حابب عيدها مثل ما كنت عايدة أنا وصغير. أنا تقريباً قلي شي 17 سنة ما شفت أمي بسبب الظروف. بسبب الظروف قلي شي 17 سنة ما شفت أمي، فكنت حابب عايدة مثل ما كنت عايدة أنا وصغير. وإلا يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو، يطول بعمر أمهاتكم جميع. هلأ بدنا نزيد البرغل شوي شوي. لحتى تاخد العجينة مثل ما بدنا والقوام اللي بدنا اياه. هلأ فينا هيدي العجينة ذاتها نستعملها للقراص أو للكبة المقلية. ف انتوا فيكم تستغلوا الفرصة، انتوا عم تعملوا هيدي العجينة وتستعملوها للكبة المقلية وتفرزوها ولا كل كبة بتحبوها. فينا نستعمل أقراص بشحمة كمان. هلأ عجينتي صارت جاهزة، رح حطها على جنب ورح بلش. طبعا رح بلش بالحشوة، رح بلش بالحشوة. شيل البرغل. هلا رح ننطر نتفي المقلي عنا تحمى شوي. نبلش باللحمة المفرومة. أنا عامل اللحمة المفرومة هون ناعمة. هلأ إذا بتحبوها ناعمة فيكن تحطوها ناعمة، إذا بتحبوها نتفي خشنة أكيد فينا. ورح بلش. حطيت اللحمة طبعا، بس تبلش اللحمة تاخد لون
او تبلش تستوي نتفه، هلا بنزيد لها سمنه الجولدن بليت مع نتفه زبده جولدن بليت، بتعطي طعمه غير شكل. بس قبل كل شيء، قبل كل شيء بدنا نقلي نتفه اللحمه. نرجع انا هون فارم بصل، هلا بس تتقلى نتفه بنزيد البصل، بنبلش نحط البهارات. تقريبا البهارات قريبه كثير على الحشوه، بس طبعا فيها اشياء زياده. هون رح زيد البصل. انتوا بقى شو صحبه انتوا والبصل، فيكن تخففوا الكميه وفيكن تزيدوا الكميه. عنا مكونات تنذكركم فيهم، عنا هبرة، برغل أسمر، برغل أبيض، رب الحر، رب الحر، وعنا بصل ولوز صنوبر وصنوبري، والجوز أكيد للوج يعني منحطه منزين فيه. وطبعا الأساس واللي بيعطي نكهة كتير طيبة مثل ما قلت لكم هي السمنة، وأنا ما لقيت سمنة يعني أطيب منها تأستعملها، سمنة الجولدن بليت. وأكيد ما بس السمنة، أنا بستعمل الزبدة كمان للحلو وللمالح. هون بدنا نبلش نحط لها رشة ملح. هلأ الملح حسب الرغبة، أنتوا بتحبوا الملح ما بتحبوا الملح، حسب رغبتكم. ما بس الملح، حتى الحر اللي بدنا نحطه رب الحر، انتوا كيف بتحبوا بقى؟ انتوا بتحبوا الاكل حار، بتحبوا زياده بهار اسود، حسب انتوا ما بتحبوا يعني، فيكم تزيدوا فيكم تنقصوا فيكم تلغوا تشيلوا كليا يعني منه. هلا انا عم بحط بهار اسود بيروح مع البهار الاسود وبيعطيه طعم كثير طيبه. رح حط سماء بالحشوة، طعمة السماء بالحشوة كتير طيبة، بتعطي نتفة حموضة، بتميز الحشوة. حطينا السماء وهلأ بدي حط كمان رشة نعنع يابس وقال لهم روحوا. هيدي الحرات اللي بقوا عنا رب الحار رح نحطه وعمهلك استوي. هلا طبعا مثل ما قلت لكم جربوها، يعني انا جربت كثير بس ما دقت مثل ما او ما في سمنه اعطتني الطعم اللي بدي اياها غير سمنه الجولدن بليت. هلا بدي احط معلقتين لحتى خليها تتنغنغ نغنغه الاكله. خليكم معنا بعد البريك. من هالاجواء الرمضانيه الغير شكل كنا عم نحضر عجينه الكبه والحشوه. هلا خلصت العجينة وخلصت الحشوة، بس رح نعمل خطوة قبل ما نحشي وقبل ما نمد. رح آخذ ملعقتين من هاللحمات، تعرفوا كرمال شو؟ كرمال البطرش، هن زيت الحشوة زيتها. بدنا ناخذ منها ملعقتين ونحطهم ونزد لهم هالبندورة المفرومة ونتركهم ينغنغوا على ذوقهم. هلا بما انه اخذنا نتفه لحمه رح نبلش نمد الكبه. قبل كل شيء رح استعمل سمنه الجولدن بليت، رح مدها
بالصينية. رح مدها بالصينية بهالطريقة، موزعة توزيعة كاملة لتعطينا لون من تحت ومن فوق ذهبي وتعطينا طعم. ونبلش بما انه الكبة إذا منتبهين القوام غير شكل عنا. مد ايدنا ونبلش نمد. هلا بدكم تنتبهوا من موضوع معين ما تطلع معكم سميكة، لأنه الكبة مش طيبة سميكة أبدا، أو يمكن أنتم بتحبوها سميكة كيف بتحبوا. عم نمدها بهالشكل، ما منخلي ولا فراغ. يعني الريحة بتعقد، بس بتعقد. هلا بعد ما مديناها طريقة مرتبة، منجيب هالميات مسحنا فيهم نتفة ايدينا، بدنا نمدها نملسها قد ما فينا. منملس، ما منخلي الحرف يطلع. وهاي صارت أول طبقة عنا جاهزة. رح نبلش نحط الحشوة. هلأ القلوبات أنتو خياري بقى، أنتو كيف بتحبوا، بتحبوهن نيين فيكن تحطوهن نيين، بتحبوهن محمصين فيكن تحطوهن محمصين، بتحبوهن نص على نص كيف بدكن. هلأ أنا رح حطهن نيين. نقلبن مع اللحمة ونصير هلأ نوزع اللحمة فوق العجينة. ريحة بتعقد. نوزع، منخلي توزيعنا يعني على الكل تقريبا نفس الكمية تما تطلع لوقة. هلا فيكن كمان إذا بدكن تحطوا بقلبها مع الحشوة بعد ما تستوي هيك رمان، رمان حب بيطلع كتير طيب كمان، اللي بيحبوا الرمان. هي بالآخر أنتوا كيف بتحبوا اعملوا، بس أنا عم بعملها على الأصول أحلى ما أكل قتلة من أمي، لأنه هي اللي علمتني إياها. هلأ نمد فيهم، منحط منا. هلأ فيكم كمان تستعملوا ورق الخشخاش أو النايلون بالبيت، تمدوها وتحطوها فرد شقفة أو شقفتين، أحلى ما تتعذبوا هيك. يعني غير شكل. والمي كتير ضرورية لنملس أو لتملس معنا ونعطيها نوزعة توزيع حلو. المي كتير ضرورية نضل مرطبين العجينة، ترطيب طبعا مش تسبيح.
هلا نحن كمان ناطرين هون عم نعمل هيدي الحشوه او التسقايه كيف بدكم تسموها سموها للبطرش. بطرش الحموي اللي ما بيعرفه مثل ما قلنا هو عباره عن متبل باذنجان او بابا غنوج، كل دوله بسموه شكل. في عنا كمان بحلب بسموه بس غير شوي بيختلف، متبل الباذنجان بيكون داخله فليفله، بسموه فليفله ورمان، بسموه باذنجان برماني. الله، منرطب ومنمد. أكلة سهلة ما بدها وقت كتير وطيبة كتير برمضان وغنية. الله، هلا منرطب قد ما فينا. كل ما رطبناها كل ما عطتنا لون ذهبي اجمل وما مزقت معنا او خزقت بالفرن. اذا تركناها كثير قاسيه بتعمل تشققات بالفرن، فلهيك ضروريه كثير نرطبها. ونسكرها من كل الاطراف. هلا بعد ما مديناها كلها يلا بهالشكل نعمل مديناها نرجع من ملسة قد ما فينا لنعمل الرسمة اللي بدنا إياها. فيكن تعملوا رسمات فيها أو أشكال، يعني كل إنسان أو كل ست وزوقة. وفيك أريح من الصينية بس بتاخد وقت أكتر. يعني كباب، في كتير أنواع كباب بحلب. في كبة كتير غريبة هي الكبة السفرجلية، سفرجل مع كبة مع يعني خليط كتير طيب. وفي أكلة اسمها سمائية كمان كتير غريبة، في يعني بكتير دول ما بيعرفوها، ما بيعرفها غير النزل على حلب. هلا مديناها بدنا نحدد كيف بدنا إياها أو قدي بدنا القطعة فيها. هلا التحديد مثل ما قلت لكم، انتم قد ايه بتحبوا القطعه او قد ايه بتحبوا الشكل اللي بدكم اياه. هلا انا رح حدد قطعه صغيره ورح احط لها انا جوز على الوجه. ما بس جوز، رح حط كمان تأخذ اللون الذهبي واللون المميز، رح حط زبدة جولدن بليد. هلا مشان ما تقولوا انه ما عمل لها شكل ابدا، رح نعمل لها نتفة شكل. فيكن تعملوا لها هيدا الشكل بيطلع معكن مهضومة، وفيكن الأشكال اللي بدكن إياها. هي كتير بسيطة، أبسط من هيك ما ضل. هلأ بعد ما تستوي بيطلع شكلها كتير حلو، بس شطبناها هيك عملنا لها هالشخطة شخبط شخبيط بتطلع كتير حلوة. يلا هلأ تعي عشان ما نظلمك.
هلا نحن حددنا الصينية. هلا مثل ما قلت لكم رح احط جوز هيك والزبدة وندخل على الفرن، وبعد من نحط زبدة جولدن بليت بهالطريقة تتاخد اللون بدنا اياه وحدة وحدة وحدة، وندخل على الفرن ونرجع لكم بعد البريك. يا شيف ثانية واحدة بس يا شيف، دلوقتي في حاجتين. أول حاجة أنت وعدني أنك تعمل لي أم علي وما عملتش. تاني حاجة أنت قلت على أكلة اسمها سمائية. عايز أعرف اشرح لي شوية على السمائية، يعني إيه السمائية دي عبارة عن إيه؟ ما أنت بتقول لي على حاجات على الهوا كده ببقى ريقي بيجري. إيه السمائية دي؟ السمائية هي عبارة عن كباب بكعزلوها بحلب وبيحطوها وبيغلوها بالسماء، بيعتمدوا على نكهة السماء أكتر شيء. طب دي مش موجودة غير في حلب يا شيف؟ بس بحلب. طب انت هتعملها لنا بقى عشان ندوقها مرة. خلص لعيونك. وام علي فين؟ أحلى سمائية بالكرة الأرضية لعيونك ريس محمد. حبيبي حبيبي يا شيف. رجعنا لكم. هون خلصت عندي حشوة باترش الحموي، رح حطها على جنب وبلش بالحلو. الحلو نتفة غريب بس أنا اعتمدت عليه لهيدا الحلو لأنه مستعمل الزبدة كتير طيبة فيه، رح يعطيني نكهة غير شكل. هلأ إذا بتسألوني شو اسم الزبدة رح أقول لكم جولدن بليت. هلأ عم حط كمية، فنقول كباية طحين وكباية حليب مع بعضهم، ورح جيب الزبدة. أنا أكتر شيء متكل على طعمته، يعني لأنه بتعطي طعمة غير شكل. هلأ حطيت تقريباً نص قالب زبدة، فيني زيد بعد نتفة بس ما بدي إياها تطلع كتير دسمة. بدنا نصير نقلب فيهم مثل تأخذ لون ذهبي. هلأ حطيت أنا الزبدة وناطرة تعطيني لو تشموا الريحة تعرفوا شو قصدي، ريحة غير شكل. ما بس ريحة وطعمي كمان، ناطرة تعطيني لون لحتى أنا جهزت القطر. هلأ القطر كباية سكر أو كبايتين سكر بكباية مي. أنا بحط للقطر اللي بدي استعمله فيها حصراً، مش لكل القطر بدي استعمله فيها، بحط فانيل سائل نتفة تعطيه نكهة غير شكل. اليوم جايب لكم حلو حلاوة الحليب اسمها، إذا ما سمعتوا فيها قبل جربوها وما بتندموا. وحصراً إذا بتكون تجربوها وتاخذوا الطعم الطيبة، لأنه أنا جربتها كتير ما أخذت الطعم الطيبة غير بزبدة جولدن بليت غير شكل. هلأ صار اللون عندي نتفة ذهبي، رح حط قطر. أخذت اللون اللي بدي إياه، رح حط القطر اللي حضرته قبل مثل ما قلت لكم كبايتين سكر. بحط تقريبا قد كمية الحليب والطحين، وإذا بتحبوا الحلو كتير زيدوا قد ما فيكن، شيء عذوق ذوقكم. الله ريحة بتعقد، ريحة بتعطيك لون حلو، ما بس ريحة ولون بيعقد كمان.
هلا بما انه بعد بدنا نرخيها لازم ينزيد مي ينزيد قطر، بس انا بفضل بما انه حلو عنا قطر ما نزيد قطر. لحتى ناخذ القوام اللي بدنا اياه. هلا نحرك فيها. الله. واخر شيء عشان تعطينا اللمعه الغير شكل والطعمه الطيبه الغير شكل، كمان راح استعمل زبدة جولدن بلاي لأنه تعطيني لمعة وطعمة بتعقل. إذا انتبهتوا هيدا القوام اللي بدنا إياه، مهم ما تغربل معكم أو تبرغل مثل ما بيقولوا. بقت هيدا النتفة عندي. بنطرة تدوب ليكن لمعة اللي عطتني إياها. ما بس لمعة، ريحة توب. هلأ بعد ما خلصت الحلو صار عندي جاهز، نسكبه بعد شوي نحن وياكم، خلي يبرد نتفة وفيكم تسكبوه هو سخن أكيد، بس أنا راح أنطر تيبرد نتفة. هيدا القوام اللي بدي إياه. منطفي بنتركها بالمقلي. عندي مثل ما قلت لكم المتبل الباذنجان او البابا غنوج مثل ما بتسموه او كيف بتحبوا تسموه. تبل الباذنجان عندي هون توم مدقوق رح حطه شيء مصدر ستوم، وعندي الطحينه. هلا بدي اسالكم انتم بتحطوا للبابا غنوج لبن أو ما بتحطوه؟ أنا بنصحكم تجربوه مع لبن إذا ما مجربينه مع لبن طبعاً. حطيت هون توم وطحينة وحامض حطيناه هون. عندي اللبن، هيدا اللبن أنا مجهزه، بدي أعمل لبن بخيار، لبن بخيار السوري. أنا ببرش الخيار برش. هلأ رح حط ملعقة لبن أو قد ما بتحبوا. حطينا إذن حامض، لبن، طحينة وتوم. هلأ رح حطلا الملح، والملح أكيد حسب الرغبة. حطينا لها الملحات وعلى الخلط يا كبير. المكونات، مكونات الخيار بلبن مثل ما قلت لكم انا بحط لهم توم، وبحط للخيار بلبن حامض، بحط له نعنع يابس ونعنع اخضر، وأكيد ملح مثل ما قلنا حسب الرغبة. وهيدا هو في أسهل من هيك، بس إذا بتدوقوه مع نتفة الحامض بيعطي طعم غير شكل وبنعنش القلب بعد هالصيام. هلأ هيدا البابا غنوج صار جاهز عنا للسكب، والحلو صار جاهز عنا للسكب. بقي عنا مثل ما قلنا الخيار بلبن، هيدا منحطهم هون، نرجع لهم بعد شوي.
رح نبلش بالخيار بلبن. مكوناته كتير هينة مثل ما قلنا، حامض، عصرة، ثوم، هيدا الثوم، رشة ملح، رشة ملح، رح نحط نعنع يابس، نعنع أخضر. هلا بتقولوا ليش نعنع يابس ونعنع أخضر؟ تعطي طعمة، طعمة النعنع الأخضر غير اليابس كلياً يعني. حطينا، رح نبرش أو كيف بدكن، إذا بتحبوا قطعوه تقطيع كيف بتحبوا أنتوا عملوا. رح نبرشها، أنا رح أبرشها برش أكيد. هالمبرشة هلأ منلاقي مبرشة، جبت النعنع تأفرمه، مننقي الأوراق الخضر، فرمناهن ناعم، بس نفرمهن ونحطهم فيها، نرجع منبرش الخيار آخر شيء. بعد البريك نرجع لكم. هتولها منديل يا جماعة، هاتوا منديل. محمد نحن بانتظارك المطبخ، شرفتونا ببلاتو رمضان توك. الكبة صارت جاهزة مع شيف علي، وأطباقنا الأخرى أهلا وسهلا فيكم. كتير حنونة، تنعاد عليكم يا رب. خليلي هالبنوتة الحلوة، خليلي قلبكم عاد عليكم وعلى أمهات الجميع. ست رفقة دموعك غالية علينا، تفضلي. هي تقريبا بكيت عشان عايزة نسرع الفقرة عشان تاكل. ده تفسير شخصي. بكيت من الجوع. تفضلي أهلا وسهلا. خليلي ثانك يو، ميرسي. تنعاد عليك يا رب. وعليكم، خليلكم أمهاتكم. شكرا لك. مين بيطبخ أحسن بصراحة؟ مين بيطبخ أحسن؟ أكيد ست رفقة. ولا لو سألتونا الخبرية قبل كنت خبرتكم قصة الكوسة للضرب اللي عملته فيها. قولي لنا قصة لسه بقى، ليه قبل قولي لنا قصة الكوسة؟ خبركم قصة الكوسة، لأنه أنا أول ما تجوزت كنت كل ما بدي أطبخ دق لماما أسألها كيف بيعملوا الأكل. قمت لترتاح مني جبت لي كتاب ألفباء الطبخ. قام جيت بدي أعمل كوسة لأول مرة أنا، وقررت ما بدي دق لها. دق لها وتقول لي افتحي الكتاب. كل مرة رح افتح الكتاب لوحدي واعمل الكوسة مش عايزتها. تمام. فتحنا هالكتاب، طلع بطبخة الكوسة في غلطة. يلي هي على حظك. عارفين بتحط 3 كبايات رز. اوكي. لكيلو كوسة. اوكي. فأنا جبت كيلو كوسة وحطيت 3 كبايات رز. 3 كبايات رز بيعملوا. وليه بيعملوا؟ أنا شاف شو بيعملوا. حشيت أول كيلو كوسة، إيد بعد عندي كتير رز. جبت تاني كيلو كوسة، دل عندي كتير رز. جبنا ورق عنب، دل عندي رز. حطيت تاني طنجرة، حطيت فيها بطاطا وبندورة وفلايف، لحشيتهم، دل عندي رز. بالآخر كبيتهم بتصدري إنت الماما قتلها لينكن. لا شغل مرة بتقولي نفتح كتاب الطبخ. صدري، كنت صدري كوسة ساعتها. عملي صدري بابا كوسة. عملت الضايعة كلها أصلاً كوسة. وعلى قديم أنت بقى بتاكلوا كوسة وماشي؟ دلينا 4-5 أيام غدا عشا كوسة. حلو، بغزة. إيه يعني ما في، إحنا إجمالاً أنه بتعشى ساندويتش حرام يعني. غدا عشا كوسة. عملنا لكم النهاردة الديزيرت كوسة بالسكر. الصبح بيت بكوسة، أي حاجة أحط فيها كوسة. طب شايف قول لنا محضر لنا إيه؟ أنا اليوم حضرت الكبة السورية. أوكي. أو الكبة الحلبية بالأحرى، لأنه كل منطقة بسورية بحضروها شكل. صح. وحضرت خيار بلبن كمان على الطريقة السورية، نحن منزد له حامض ومنزد له منزد له نعنع فريش ونعنع عادي وتوم، يعني بيختلف نتفة. ايه. عن هون نحن ما بنحط حامض بس. ايه. وحضرت الباطرش الحموي، هي هيدا بيختصوا فيها أهل حما. شو اسمه؟ باطرش حموي، يعني متبل الباذنجان بيعملوه وبيحطوا فوقه لحمة مفرومة. قلية لحمة. ايه، قلية لحمة مع نتفة رب بندورة، وفينا نحط له نتفة دبس الرمان. طيبة. هيدا بيحطوها تقريبا سوريا على الحمص كمان بيعملوها. صح شوي. كمان. هيدا الصحن اللي هو متبل حجار القلعة، أكيد بيعملوه هون.
ما بعرف اذا اسمه ايه؟ سامي فيها بتنبل حجار القلعه. خصصها اكله من جيم اوف ثرونز، ما اعرفش ليه يعني حاسس ان دي معموله للكاليسي. متبل حجار القلعه يعني كمان متبل. بما انه عملنا هيك بنعمل هيك خلص، يعني موجود الباذنجان موجود. مع اني ما باكل باذنجان بس شكله بيشهي. ايه صح، هاتيك قلب عافيه. وايه تاني؟ لا هلا بدك تدوقي، بدك تعطينا. وعمل لنا ايه تاني يا شيف؟ وعملت حلاوه الحليب بايدي. هلا بتستغربوا انه حلاوه الحليب، حلاوه الحليب هلا بندوق ومنعمل. عباره عن ايه حلاوه الحليب؟ حلاوه الحليب عباره عن شيء كثير بسيط، يعني هي طحين وحليب، وطبعا بنحط لها القطر اللي بنكون مركبينه، طحين وحليب وقطر وزبده، وهيدي هي 9000 كالوري دي او 49000 كالوري. نحن عم نحافظ كمان. اي لا انت ما شاء الله حبيبي. ست رفقة وجوزان تفضلوا على سفرتنا. تفضلوا رمضان توك، اهلا وسهلا فيكم. وكاليسي المهضومه اليوم رح تذوقوا مطبخ سوري بامتياز من ايدي الشيف علي، لانه يبدو مش ضايقين ولا اكله من اللي محضرين ابدا. واساميهم غريبه يعني، يمكن الباذنجان انا احنا بنعمل باذنجان وممكن ايه بس غنجيب شويه بس مسابق ان كاليسي على مطبخ حجار القلعه حاسس انه هلا بتعطيها اياها لكاليسي. شو بدنا نبلش ننقل على سفرتنا؟ بس انا بصوت بجد بالقصة. كله جاهز زي يعني. فينا نبلش بهيدا بس تحط لهم زيت زيتون نطفي. فينا نبلش بالكبه اذا بتحبي. كاليسي عجبوها الصحون على ما يبدو. اخذ ده شاب خلاص خلص ده؟ ايه خالص كله رب المعاشه ما عملش كاسه. كله جاهز. ايوه وهيدا ما بدها زيت. هيدا ما بدها زيت معزوم بس انا باكل دايت لانه اكل هيلث فيها زيت وفيها يعني والاكل قال لك في حاجه فيها قشطه وزبده ولبن وسكر. لا يعني دي تفضل. شو بعد هلا فيك المتبل؟ سوري بس هيدي القدل بالنص شو؟ كمان لحمه؟ لا هيدا باذنجان. ما هو ليش بسموه متبل حجار القلعه؟ لانه هود اللي بالنص انا بكون حاطط لهم نشا للباذنجان. بصيروا يقرقشوا. بصيروا يقرقشوا، بصيروا على شكل حجار. لك هالتسمية. انا كنت عامل حادثه كاتها دلوقتي. يلا خلينا نودع اعزائنا المشاهدين. اول شيء شرفتونا حبيبي على سفره رمضان توك وبلاتونا رمضان توك. نحن تعرفنا عليكم عن قرب اكثر، نحن بنشوفكم على التلفزيون بتشبهوا بعض، بس هلا شفنا كمان قد ايه روحكم حلوه هيدا الشيء كمان بيناتكم. تنعاد عليكم. وعليكم السلام وعلى كل الامات. ويخليكم لقراصن على كل الامات. شكرا على الحلقه، شكرا محمد، شكرا شيف على هيدي السفره المميزه. انا كمان بتشكر حضوركم، كانت مقابله رائعه وشرفتونا ونورتونا. واكيد مشاهدينا بكره موعد جديد من رمضان توك من الساعه 3 لغايه الساعه 7 الا ربع، والختام اكيد مسك مع جوليانو.